بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نصايب واحد البريوش وبغيت نشاركه معكم. راه كيجي زوين وبمقادير بسيطة وكنتمنى يعجبكم إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. دابا غندوز للمقادير. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق اللي هي رابعة، وعندي معلقة صغيرة ديال الخميرة، شوية الملحة، كاس الحليب، بعبا كاس العنبة، نص كاس السنيدة، ونص كاس الزيت، خمارة واحدة عبارة 8 غرام ولا 7. وعندي هنا الزنجلان للتزيين، شوية الفاني، وجوج بيضات. بسم الله. هاد الحليب كنزيد عليه هاد الخميرة ديال الخبز، كنزيد عليه واحد جوج معالق ديال السنيدة، كنحركهم باش تذوب لينا هاد الخميرة. غنحط عليها الطبيصيل. بسم الله. نحيد هادو ندير البلاصه فاش نخدم. بسم الله. ندير البيض، ندير بيضه وبيض بيضه. نزيد هاد السنيده، هاد الصفر غنخليه يتزين. دابا غنطربو هاد السكر والبيض. دابا غنزيد عليهم شوية الفاني، كنزيد الحليب والخميرة، كنزيد الزيت، نص كاس ديال الزيت، لعبار كاس العنبة، كندير هاد الملحة ونخلط. ندير هاد الخمارة فوق الدقيق، كنزيد الدقيق شوية بشوية، كنخلطو. راه ساهلة. في ساعة غتصايبوها وفيها مقادير بسيطة باش تجي القوام ديالها كي تيجي. دابا غنجيب واحد المول مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، كنزلو في العجينة بحال هكا،
خرجتوها بحال هكا. ودابا غنخليها تخمر، غنغطيها بالسلوفان. كنغطيوها بالسلوفان بحال هكا، نخليوها تخمر. من بعد ما غطيته نخليه يخمر ونرجعو نزينو وندخلوه للفران من بعد ما يخمر ان شاء الله. ها هي من بعد ما خمرات، بسم الله، ها هي كي تجي، بسم الله. هاد الصفر بيضة كنزيد عليه معلقة صغيرة ديال الحليب ومعلقة صغيرة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال الخل، نحركو مزيان. كنخلطو، كتخلط لينا الحليب والخل والبيض، بسم الله. دابا كندهنو العجينة ديالنا بحال هكا بشوية، كندهنوها بالبيض كلها من الفوق غير بشويه حيت العجينه سائله. راه كتجي زوينه ومحمره ومنفوخه. وفي ساعة كتوجد، في ساعة كتخمر. شتي راه العجينة ما كتلصقش في الشيطة، واخا سائلة راه كندير غير بشوية. كنديرو ليها في الجناب ومن الوسط، ما كتحتاج لا عجينه لا تماره، في ساعة كتوجد غير بالطراب اليدوي. واحد يحط الصينيه ويصايب البريوش ديالو ويعمرها تاي، وبالصحه والراحه. سهله مهله. دابا من بعد ما درت ليها البيض غنرش عليها الجنجلان اللي سخنته شويه في المقله، تقدروا ديروا الشوكولاته، ديروا كاوكاو، ولكن الشوكولاته طاب طيب عاد ديروا ليها الشوكولاته، ولا ديروا ليها المربى واللوز ولا كاوكاو اللي عندكم، تزين على حسب الذوق. دابا غندخلها الفران، الفران مسخن من التحت. ها هو البريوش ديالي،
من بعد ما طاب كي تيجي راه كيجي زوين ومحمر وكيجي رطب. وكنتمنى يعجبكم وديروا لي نجم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. وبالصحه والراحه.